نشرة مفصلة من الأنباء والبداية مع العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة السيل الحارثية في الضفة الغربية والفلسطينيون يتصدون لها. فوز مرشح اليسار جابرييل بوريك برئاسة تشيلي ومرشح اليمين يعترف بهزيمته. حرس الثورة الإيراني يؤكد أن الرد على تنفيذ التهديدات الإسرائيلية لإيران سيكون حاسما ومدمرا لجميع المواقع التي ينطلق ويعبر منها الاعتداء. إصابة أكثر من 100 سوداني خلال تظاهرات رافضة للحكم العسكري في ولايتي الخرطوم وكسلا، وقوى الحرية والتغيير تدعو إلى مواصلة التصعيد ضد الانقلاب. وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة ويقول أن تايوان ستعود إلى البر الصيني في نهاية المطاف. أفادت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة بأن أكثر من 20 آلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة السيل الحارثية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مراسلتنا أن جرافات عسكرية رافقت قوات الاحتلال التي توجهت نحو منازل منفذي عملية حومش، فيما تصدى الأهالي لاعتداءاتها. من جهتها كشفت القناة 11 العبرية أن جيش الاحتلال أعطى تعليمات لجنوده بفتح النار تجاه ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة حتى خلال فرارهم. كلهم على السيل يا كبار، طلعوا البردات طلعوا. معنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. صباح الخير ناصر، كيف تبدو الأجواء عليه في الضفة الغربية تحديدا في الحارثة السيلة، وكيف يفهم هذه الغطرسة الإسرائيلية لجهة الاعتداءات بالرصاص الحي حتى على ملقي الحجارة كما طالعنا الخبر؟ صباح الخير محمد. في البداية هذه خطوات سياسية، عملية اقتحام سيرة الحارثية بالآليات العسكرية وأخذ قياسات المنزل، منزل أحمد جرادات والد الأسيرين غيث وعمر المتهمين بتنفيذ عملية حومش، إنما هو قرار سياسي. نفتالي بنت يريد أن يسابق جماعة نتنياهو في من هو متطرف أكثر، وبالتالي هذا في محاولة لاسترضاء المستوطنين. سياسة هدم المنازل قديمة جديدة مخالفة للقانون الدولي، وتثبت الدراسات الإسرائيلية وليس فقط الدولية بأنه هدم المنازل لن يردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات فدائية. فيما يتعلق بالأوامر بإطلاق النار على راشقي الحجارة حتى لو انسحبوا، معظمهم من الأطفال، وهذا قرار مجنون عنصري إجرامي، وسبق ونفذ من دون أساسا أن يكون هناك رقيب على الجنود. الجنود يطلقون النار على الرضع حتى إذا أشاء، ولا يحاسبهم ولا يعتقلهم أحد ولن يردع. إنما تدل هذه القرارات التي ذكرناها الآن أن إسرائيل منضغطة، أن إسرائيل محمومة، أن إسرائيل تعيش حالة هستيرية من هنا وحتى رأس السنة خشية من سلسلة عمليات قاسية تؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو. هذه الإجراءات هي تعبير عن الصراخ في داخل قادة إسرائيل وعجزهم عن قمع الانتفاضة، ودلالة على أنه هناك رغبة عند إسرائيل في إخافة الفلسطينيين، وهذا لم يحدث. طبعا كان هناك حملة اعتقالات في قطعنا القدس، بير زيت، بيت عمر، الخليل، ورام الله، وأبو ديس، لكن دون جدوى. هذه الاعتقالات وهذه الممارسات التي ينفذها الاحتلال تزيد من رد الفعل الفلسطيني ولا تقلل منه. ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. شكرا. نبقى في فلسطين، حيث أعلنت كل من الأسيرة مرح بكير وشروق إدويات ومنى قعدان شروعهن في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لقرار عزلهن. ويأتي هذا القرار بعد تعرض الأسيرات للاعتداء من قبل قوات الاحتلال وخلع حجاب بعضهن. وأكدت جمعية وعد أن إدارة معتقل الدامون فرضت عقوبة على كل الأسيرات بقطع مياه الاستحمام عنهن لثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه تم نقل الأسيرة مرح بكير إلى عزل لمعتقل الجلمة، والأسيرة شروق إدويات إلى عزل معتقل جلبوع، فيما لم يعرف مكان عزل منى قعدان.
أفادت مصادر خاصة للميادين بأن المصريين نقلوا رد الاحتلال بخصوص صفقة التبادل واستمرار تهرب حكومة الاحتلال من الصفقة. المصادر كشفت أن الوفد المصري سيعود إلى تل أبيب لينقل موقف حركة حماس. هذا وبعثت حماس برسالة شديدة عبر المصريين بشأن ملف الأسيرات في سجون الاحتلال. كما وأبدت الحركة اعتراضها على تأخر الإجراءات المصرية فيما يتعلق بإعادة الإعمار، بينما جددت القاهرة وعدها تجاه غزة متذرعة برفض الاحتلال للخطوات. شدد محامي نادي الأسير جواد بولس على أن إسرائيل تحاول الاستفراد بالأسيرات والأسرى لاستعادة هيبتها في المعتقلات. وفي اتصال مع الميادين تحدث بولس عن الوضع الصحي الخطر للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 25 بعد المئة. هنالك إصرار لدى الجميع بأن هشام أبو هواش يواجه إمكانية واحتمالية الوفاة في كل لحظة، هكذا حسب التقارير الطبية التي عرضت أمامهم، وهكذا حسب العقل السليم، ورغم ذلك رفضوا أن يتدخل. التقارير التي رشحت عما يدور في سجن الدمون حقيقة بعد تحرش إدارة سجن الدمون بالأسيرات التي يبلغ عددهن 32 أو 33 أسيرة، ورفض الأسيرات هذا التدخل من حيث إعادة موقعات وتشكل الغرف داخل السجن. قامت إدارة السجن باتخاذ خطوات عقابية أو ما يسمى عقابية بحق البعض منهم، كما جاء الأخت شروق دويات نقلت إلى عزل سجن جلبوة، الأخت مرح باكير نقلت إلى معتقل الجلمير، وتم الاعتداء على أخريات. وتوعدت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية بالرد بقوة على الاعتداءات بحق الأسيرات. من جهتها أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس إغلاق باب الحوار مع إدارة سجون الاحتلال. مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حماس زاهر جبارين أكد أن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر من دون حساب عاجلا أم آجلا، مشددا على أن الحركة لن تسمح بالاستفراد بالأسرى والأسيرات. إلى ذلك أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت 4 فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ عملية حومش الخميس الماضي. هذا التقرير لنسرين سلمي. حملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية شملت قريتي برقة وسيلة الحرثية القريبتين من جنين، وأعلنت أنها انتهت باعتقالها 4 فلسطينيين تشتبه بتنفيذهم عملية حومش التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين. سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي قالت أنها تأتي رداً على استشهاد جميل كيال في نابلس الأسبوع الماضي، ورداً على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه. وكانت قرى برقة وسيلة الحرثية إضافة إلى تل وزعترة واللبن جنوب نابلس شهدت اعتداءات للمستوطنين عليها. كل ذلك يندرج في إطار الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الاستعماريون بحماية من جيش الاحتلال وبضوء أخطر من حكومة الاحتلال. هذا الأمر يستوجب أن يكون هناك تدخل فعلي وجدي من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني. القوى الوطنية وبعد سلسلة اجتماعات لها أعلن تشكيل لجان حماية من الشبان في القرى المختلفة وعلى المفارق الرئيسة لطرق الضفة للتصدي لاعتداءات المستوطنين التي اعتادت أن تتخذ من الليل ستارا لها. هذه اللجان مناط بها حماية السكان والقرى والدفاع عن البلدات، إيقاظ الناس باستخدام مكبرات الصوت واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتوفرة اليوم بشكل مغاير لما كان يجري في الانتفاضة الأولى، وأيضا العمل على صد هذه الهجمات من خلال أوسع مشاركات للقرى المجاورة والعمل بشكل جماعي. فيما أرسلت قيادات فلسطينية رسائل إلى دول مختلفة من أجل وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، خصوصا بعد سعي المستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في مكان مستوطنة حومش المخلاة. تزايد أعداد المستوطنين في شمال الضفة الغربية وتوفير الحماية لهم من قبل جنود الاحتلال يعني تحويل الشوارع والقرى الفلسطينية إلى أماكن للتصدي والمواجهة بين الفلسطينيين المدافعين عن أنفسهم والمستوطنين المعتدين. نسر سلمي من أمام حاجز بيت إيل شمال رام الله، الميادين. أشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح إلى أن الاجتماع الأخير بين حركة الجهاد وحماس بحث في إجراء مناورة مشتركة تحضيرا للرد على الاحتلال، مؤكدا في اتصال مع الميادين جاهزية الحركة لإجراء مناورة الركن الشديد. بالنسبة للعمليات وكل الممارسات التي يقوم بها
الاحتلال لن تعيق المقاومة بالمطلق، ونحن دائما في حركة الجهاد الإسلامي وما زلنا ندعو لتصعيد الاشتباك مع هذا العدو المجرم وتسخين المواجهة في كل الساحات. نحن وجميع فصائل المقاومة في قطاع غزة جاهزون للاشتباك من جديد. شلح قال أنه كلما تمادى العدو ومستوطنوه في ارتكاب الجرائم فإن المعركة ستبقى مفتوحة وشاملة، مشددا على أن الإسرائيلي يستطيع بدء أي معركة لكنه لن يتمكن من إنهائها. نحن أيضا لدينا مفاتيح التوقيت في توقيت أخرى، والاحتلال يعرفها وجربنا كثيرا في هذه المواقع. الوساطات التي تريد أن تتوسط بيننا وبين العدو إن لم تأتي بشيء جديد يستحق النقاش ويستحق الاتفاق عليه، نحن نرفض أن نضيع هذا الوقت في الكلام وفي السفر هنا وهناك. لذلك أمام هذا السيل الكبير من الدماء والقافلة من الشهداء لن نبيع دماء شهدائنا بتسهيلات هنا وهناك فيما يخص الحياة الاقتصادية أو حتى تسهيلات فيما يخص المعابر. اعترف مرشح اليمين أنطونيو كاست بفوز مرشح اليسار التقدمي غابرييل بوريك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي، وحصل بوريك على 65% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه كاست بعد فرز أكثر من 99% من صناديق الاقتراع. كاست هنأ في تغريدة عبر تويتر بوريك على انتصاره وقال إنه رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل الاحترام والتعاون البناء. أود أن أقول له إن باستطاعته الاعتماد علينا جميعا في الأمور التي تصب في مصلحة تشيلي. الرئيس التشيلي المنتخب كدا بعد فوزه أن تغير المناخ واقع وليس اختراعا، وشدد على رفض المزيد من المشاريع التي تدمر تشيلي. المواطنون الأعزاء، تغير المناخ ليس اختراعا، إنه موجود وله آثار مباشرة على حياتنا وحياة الأجيال المقبلة. ليس من قبيل المصادفة أن شباب العالم هم من رفعوا أصواتهم. هنا في تشيلي جولييتا في مواجهة القوى اللاعقلانية التي تستمر في تدميرهم. تدمير العالم هو تدمير أنفسنا. لا نريد المزيد من مناطق التضحية. لا نريد المزيد من المشاريع التي تدمر تشيلي والمجتمعات. إلى ذلك هنأ عدد من قادة أمريكا اللاتينية بوريك بفوزه في الانتخابات التشيلية مؤكدين أن انتخاب بوريك يمثل انتصارا شعبيا تاريخيا. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هنأ في تغريدة على تويتر ما سماه تحالف الموافقة على الكرامة على انتصاره، وحيا شعب السلفادور أييندي وفيكتور آرا على انتصاره المدوي على الفاشية. بدوره الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل هنأ الرئيس التشيلي المنتخب. من جهته شدد رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز على تقوية أواصر الأخوة بين بلاد أمريكا اللاتينية. أما رئيس البيرو بيدرو كاستيو فأكد أن الانتصار الذي حققه بوريك هو انتصار للشعب التشيلي. شنت طائرات التحالف السعودي 6 غارات على العاصمة اليمنية صنعاء. الغارات استهدفت ورشة صيانة لأحد المواطنين وسط الأحياء السكنية قرب المستشفى السعودي الألماني في مديرية بني الحارث شمال العاصمة. وأفاد مراسل الميادين في صنعاء بتضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم من جراء غارات التحالف السعودي. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في حرس الثورة الإيرانية لواء غلام علي رشيد أن أي تهديد للمنشآت النووية والعسكرية الإيرانية من قبل إسرائيل غير ممكن من دون ضوء أخضر أمريكي. اللواء علي رشيد أشار إلى أنه في حال تم تنفيذ التهديدات الموجهة إلى إيران بشكل عملي فإن القوات المسلحة الإيرانية سترد مباشرة بشكل حاسم ومدمر على جميع المراكز والقواعد والطرق والأجواء التي انطلق وعبر منها الاعتداء وفق سيناريوهات عملية التدرب عليها. قال مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية لمحافظ بوشهر جنوب إيران محمد تقي إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية أجرت تدريبات عسكرية في محيط محطة بوشهر النووية. ولفت إيراني إلى أن هدف التدريبات هو رفع الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية وقد جرت في جنوب محافظة بوشهر والخليج.
انطلقت مناورات الرسول الأعظم 17 في الخليج ومضيق هرمز وسواحل محافظات هرمزكان وبوشهر وخوزستان، وهي مستمرة لخمسة أيام. وقال مساعد قائد الحرس الثورة للشؤون الميدانية الإيرانية والمتحدث باسم مناورات الرسول الأعظم العميد عباس نيلفروشان إن المناورات تجري بمشاركة قوات برية وبحرية وجو فضائية تابعة لحرس الثورة ووحدات تابعة لقوات التعبئة الشعبية. ولفت إلى أن هذه المناورات التي تجري تحت شعار القوة والأمن والردع النشط والذكي في ظل الوحدة والتضامن الوطني. معنا من طهران مدير مكتب الميادين ملحم ريا، مرحبا بك ملحم. إذن كيف تفهم هذه الاستعدادات والتدريبات الدفاعية الإيرانية، سيما وأنها تأتي بعد الأجواء الإيجابية التي رشحت من موفد أو من الوفد الإيراني إلى جولة مفاوضات فيينا السابعة، وبالتالي كيف تقرأ من زاوية الأقليم سيما لناحية التهديدات الإسرائيلية التي رافقت هذه الجولة تحديدا؟ محمد اهلا بك. طبعا يعني هذه المناورات او التدريبات العسكريه خاصه التي حصلت فجر اليوم في محيط منشاه بوشهر النوويه، طبعا هذه المناورات لم يعلن عنها سابقا، وهي تاتي في اطار رفع الجاهزيه العسكريه ورفع القدرات الدفاعيه لايران لصد اي هجوم قد تتعرض له ايران، لا سيما هذه المنشاه التي هي في الاساس ضمن الاهداف الاسرائيليه. طبعا تزامن هذه المناورات محمد مع التهديدات الإسرائيلية الأخيرة يشير إلى أن الجانب الإيراني يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وهذا ما أشار إليه بشكل واضح قبل يومين مصدر أمني لوكالة نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قائلا بأن يعني القوات الأمنية الإيرانية ستتلقى احتمالية هذه التهديدات بشكل جاد وستزيد من مستوى الاستعدادات اللازمة للتعامل معه. وبالتالي واضح بأن إيران رغم معرفتها بأن إسرائيل قد لا تقدم على هذه الخطوة وربما تكون هذه التهديدات مرتبطة بمفاوضات فيينا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم تقديم تنازلات الجانب الإيراني، لأن في نفس الوقت تقوم بالاستعدادات للرد على أي هجوم قد تتعرض له في حال قامت إسرائيل بهذا الهجوم. اليوم اللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، بالمناسبة هو المقر المسؤول عن التنسيق والرقابة العملية في القوات المسلحة الإيرانية، أشار إلى أن الهجوم أي هجوم إسرائيلي على إيران لا يمكن أن يحصل دون ضوء أخضر أمريكي، وهنا بطبيعة الحال هو يحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أي هجوم قد تتعرض له إيران من إسرائيل. وأيضا أضاف غلام علي رشيد بأن القوات المسلحة سترد بشكل حازم وحاسم على القواعد والأجواء والطرق التي ستعبر وستمر سيمر منها أي اعتداء على إيران، وهنا تحذير بل تهديد واضح للدول التي ستسمح لإسرائيل باستخدام أجوائها باستخدام قواعدها العسكرية باستخدام طرقها لشن أي هجوم على إيران. طبعا القواعد العسكرية الأمريكية ستكون ضمن أيضا مرمى النيران الإيرانية بحسب هذا الكلام وحسب ما نقرأه في هذا الكلام لغلام علي رشيد. طبعا نحن الآن أمام لحظات حقيقة حاسمة وحرجة في مفاوضات فيينا، الكل ينتظر نتيجة هذه المفاوضات، ما الذي ستتمخض عنه، هل سنصل إلى نتيجة في هذه المفاوضات أو لا. حقيقة بالرغم من ذلك الكل أيضا ينظر إلى التهديدات الإسرائيلية، وهنا تؤخذ هذه التهديدات على محمل الجد. ملحم ريا مدير مكتب الميادين من طهران كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام لبنان بالقرار 1701 بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لافتا إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تشكر لبنان لاستضافته النازحين السوريين. تقرير عباس صباخ. على مسمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش كرر الرئيس اللبناني ميشيل عون ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، ولا سيما بعد إعادة بسط الحكومة السورية سيادتها على معظم أراضيها.
أما الزائر الأممي فكرر شكر لبنان على استضافته النازحين. لبنان متمسك بسيادته على كامل أراضيه وبحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته وبالاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ويرحب بأي دور للأمم المتحدة في متابعة الانتخابات النيابية المقبلة ولمقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين وتشجيع عودتهم الآمنة. غوتيريش أشار إلى أن دولا غنية أوصدت أبوابها أمام النازحين فيما استقبل لبنان مئات الآلاف منهم، وأبدى إيجابية في التعامل مع المطلب اللبناني. أؤمن بأن المجتمع الدولي لم يقم كفاية بدعم لبنان كما فعلت تجاه دول أخرى فتحت حدودها للاجئين، فيما للأسف بعض الدول الأكثر قدرة أقفلت حدودها. من هنا مثال لبنان يستدعي من القيمين على الأمن الدولي تحمل المسؤولية لدعمه بهدف مواجهة الأعباء التي يتحملها حاليا. الزيارة الأولى لغوتيريش إلى لبنان بصفته أميناً عاماً للأمم المتحدة لن تحمل الكثير للشعب اللبناني الذي ينوء تحت أعباء أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. وبحسب أوساط حكومية فإن بيروت تأمل من الضيف الأممي مساعدتها في تخطي الأزمة الراهنة، وكذلك في الإسراع بتثبيت حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة للاستفادة من ثرواتها الغازية والنفطية، ولا سيما في البلوكات الجنوبية الواعدة. الأمين العام للأمم المتحدة سيواصل زيارته للبنان حيث يلتقي كبار المسؤولين وقائد الجيش، فيما كشفت أوساط دبلوماسية أن الأمم المتحدة ستقدم مساعدات للجيش اللبناني خصوصا بعد تدهور قدرة اللبنانيين الشرائية وارتفاع أعداد العسكريين الراغبين بمغادرة المؤسسة العسكرية. لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أي وعود للمسؤولين اللبنانيين لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، وكذلك أحجم عن إدانة الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، فيما كرر الرئيس اللبناني ميشيل عون تمسكه بكامل ثروة لبنان ولا سيما في الحقول الغازية الجنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة. عباس صباغ، بيروت، الميادين. أصيب أكثر من 100 شخص في ولايتي الخرطوم وكسلا خلال تظاهرات بحسب وزارة الصحة السودانية. تقرير وزارة الصحة تحدث عن اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مناطق التجمعات عند القصر الجمهوري والسوق العربي والبرلمان، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق استدعى الدخول المستشفى. دعت قوى أعلان الحرية والتغيير في السودان إلى مواصلة تصعيد المقاومة ضد الانقلاب، فيما طالبت لجان مقاومة الخرطوم المحتجين بالتراجع عن محيط القصر الرئاسي تجنبا للخسائر. ودعت الحرية والتغيير في بيان الشعب إلى مواصلة تصعيد المقاومة ضد الانقلاب حتى تسليم السلطة للشعب، واعتبر البيان أن التظاهرات الأحد تشكل علامة فارقة في نضال الشعب لهزيمة الانقلاب. من جانبها حملت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم في بيان السلطة مسؤولية جميع الانتهاكات والعصابات والقمع الوحشي، واعتبرت أنه اليوم انتصرت إرادة الشعب وروح الحرية والصمود والوفاء على خبث العنف المتهالك. القيادي في المؤتمر الشعبي السوداني إدريس سليمان أكد في حديث للميادين أن الشارع السوداني يغلي ويعبر عن خيبة أمله في كل ما جرى منذ 2019، وأشار في حديثه إلى أنه لابد من أن يجلس السودانيون والقوى الحية للاتفاق على خريطة طريق. الخلل في منصة التأسيس نفسها، يعني منذ البداية كان التأسيس خاطئا، يعني التأسيس كان شراكة مدنية عسكرية، المدنيين قلة والعساكر قلة كذلك لا يمثلون قطاعة الشعب المختلفة. لم يكن هنالك حوارا وطنيا ولا تفاوضا وطنيا ولا تشاورا وطنيا للتوافق على شكل الفترة الانتقالية. الآن الشعب قال إنه كل هذه الفئات لا تمثله، إذن لابد أن نجلس ولابد أن نتوافق على خارطة الطريق، ولا بد أن نذهب إلى صندوق الاقتراع لكي يختار الشعب السوداني من يفوضه ويختار من يمثله. قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، واتهمت المحكمة عزت بالتخابر مع جهات أجنبية بينها حركة حماس وحزب الله. كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة آخرين من جماعة الإخوان بارتكاب جرائم التخابر وإفشاء أسرار الأمن القومي. فاصل، نتابع بعده النشرة.
من جديد أهلا بكم. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة، وفي كلمة ألقاها في بكين أكد أن بلاده سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، وأنه يجب أن تكون المنافسة إيجابية. ولفت إلى أن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقدير استراتيجي من الجانب الأمريكي، مشددا على أن تايوان ستعود إلى الصين في نهاية المطاف. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحباط 32 هجوما إرهابيا في روسيا خلال العام الحالي، وشدد على ضرورة مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة حققت نجاحات كبيرة بشكل عام في مواجهة الإرهاب، وأكد أن التطرف تهديد مباشر لوحدة روسيا، مشددا على ضرورة قمع أي مظهر من مظاهر كره الأجانب والعداء الاجتماعي والديني بصرامة. دعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إلى فرض عقوبات أشد على روسيا بزعم نشرها قوات على الحدود الأوكرانية، وفي تصريحات لها سبق زيارتها إلى ليتوانيا لتفقد قوات الناتو، أكدت لامبرخت وجوب أن تضع ألمانيا والدول الحليفة نصب أعينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمحيطين به، مشددة على أهمية استنفاد كل احتمالات العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية. وفي تركيا هبطت الليرة إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت أقل من 17 ليرة فاصل 5 مقابل الدولار الواحد. كانت تظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي، حيث تظاهر الألاف في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول رفضا لغلاء الأسعار وزيادة التضخم. اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان لمعالجة الأزمة الاقتصادية، فيما دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال الاجتماع الاستثنائي في إسلام أباد إلى الفصل بين طالبان والمواطنين الأفغان. تقرير بكر يونس. تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان، حيث بات على الدول الإسلامية بشكل خاص أن تجد حلا لما خلفته القوات الأمريكية، والتي فشلت في إيجاد واقع معيشي وصحي وتعليمي وسياسي مختلف عما كانت عليه البلاد قبل 20 عاما. النقطة الأساسية من اجتماعنا أن على العالم أن يتحرك الآن، وإلا سنشاهد أكبر مأساة في العالم حصلت بصنع البشر. هذه مسؤولية كبيرة علينا في منظمة التعاون الإسلامي، وليس فقط لأجل أنها أفغانستان، بل لأن الأمر واجب ديني كذلك. الجلسة الطارئة التي عقدت في إسلام أباد حملت هما رئيسيا، وهو ما أكده وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ويتمثل في عدم الاعتراف بحكومة طالبان، وإنما إبقاؤها حكومة انتقالية في مرحلة مليئة بالمتغيرات الإقليمية التي تشمل سياسات دول كبرى منها الصين وروسيا ودول الجوار. على منظمة التعاون الإسلامي والدول المشاركة العمل مع مؤسسات دولية لإيجاد الدعم اللازم للشعب الأفغاني، والعمل مع طالبان سيكون أساسيا للوصول إلى السلام في المنطقة ولإيجاد أرضية للوصول إلى المواطن الأفغاني وخدمته في مجال التعليم والصحة وما يحتاجه الآن بشكل أساسي. البيان الختامي الذي وضع ميزانية لدعم أفغانستان لا يعني بالضرورة أن الوضع الداخلي الأفغاني سيكون مستقرا، ولا سيما أن صراعات كبرى يتوقع أن تشهدها أفغانستان خصوصا من قبل قادة أفغان لن يتقبلوا وجود طالبان في السلطة التي ترى نفسها المستحقة الأولى والأخيرة لحكم أفغانستان بعد صراعها الطويل مع القوات الأمريكية والأجنبية. الاقتصاد والتعليم والصحة والاستقرار الأمني الأفغاني والإقليمي ملفات طرحت في جلسات تفاوضية مغلقة بين 57 دولة عربية وإسلامية، على هذا المؤتمر يكون بداية تحسين الوضع الأفغاني الآخذ في التدهور على الكثير من الأصعدة. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. في العراق يسعى تحالفات تقدم والعزم للتوصل إلى تفاهمات حول مرشح رئاسة البرلمان العراقي وأعداد ورقة تفاوضية لطرحها على الكتل الأخرى. تقرير صالح الخزاعي. تحالف عزم وتقدم، واجهة البيت السني وعنوانه، احتكما للغة الأرقام وإن بدون اتفاق. فسار أولا تقدم بمقاعده 38 بزعامة محمد الحلبوسي متصدرا المشهد كممثل وحيد للتفاوض مع الكتل الأخرى، لكن العزم ذا 14 مقعدا أضاف 18 نائبا ليصبح ب 32 مقعدا، وهو ما خلط أوراق المعادلة التي فرضتها مقاعد تقدم.
نواب العزم فوضوا زعيمهم خميس الخنجر تفويضا مطلقا للتفاوض مع الشركاء وأيضا للاتفاق على تسمية رئيس البرلمان. ربما يكون التفاهمات فيما بينهم مع بقاء أن يتولى مثلا الحلبوسي يتولى رئاسة البرلمان مقابل أن يكون لعزم حصة في منصب سيادي آخر، ومن المحتمل أن يكون أحد مناصب نواب رئيس الجمهورية هو الذي يكون حاضرا. العزم المتماسك بدلالة تفويض أعضائه المطلق لزعيمه يعاني من تخمة في الأسماء المرشحة لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان والطامحة أيضا، وهو ما يؤشر بحسب المراقبين إلى تصدع العزم من خلال انشقاق هؤلاء النواب في حال ذهب الخنجر إلى الاتفاق مع تقدم على التجديد للحلبوسي. أعتقد أن هذا التشظي من الممكن أن يكون مفيدا في عملية إنضاج الآلية الديمقراطية من خلال تشكيل كتلة موالاة وكتلة معارضة. حتى الآن لم يعلن رسميا عن ورقة تفاوض البيت السني لتناقش مع الشركاء، لكن عناوين مثل الشراكة الحقيقية في القرار وملف النازحين والمغيبين طرحت وتم التوافق عليها بين التحالفين بانتظار حسمها بعد أن ثم أولا حسم مرشح كرسي رئاسة مجلس النواب. البيت الكردي أبلغ تقدم والعزم بأنه سيلتزم بمخرجات اتفاق الخنجر والحلبوسي حصرا، وهو ما يؤشر على بقاء التحالف صامدا حتى تسمية الرئاسات على الأقل في وقت يؤكد فيه العزم وتقدم عدم المضي مع طرف شيعي دون آخر. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. أكد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد جاء بغية خلط الأوراق. الحسيني نبه من أن العملية التي نفذتها جهات مشبوهة تأتي في توقيت مريب لتحقيق أجندات خبيثة، مشيرا إلى أن أسلوب الاستهداف وتعمد قصف المدنيين بذريعة ضرب السفارة يكشفان أن المستفيد هو الولايات المتحدة. البنتاغون يخفي أعداد الضحايا المدنيين ويبرر القتل بذريعة الأضرار الجانبية الحتمية وفق نيويورك تايمز، لكن جرائم الحروب الأمريكية ربما لا تتوقف من دون قوة رادعة. تقرير قاسم عز الدين. الوقائع كانت متداولة ومعروفة كما تقول صحيفة نيويورك تايمز ويقول غيرها. لا ضير إذا أقرت قيادة الجيوش الأمريكية أم لم تقر بحقيقة قتل آلاف الأطفال والمزارعين والعائلات في سوريا والعراق وأفغانستان، فذاك ضرر عرضي من أخطاء المهنة على ما يقول بيل أوربن الناطق باسم القيادة المركزية. وفي كل الأحوال لا تحتمل الشفافية الأمريكية محاسبة جرائم الجيش والعقاب. صورة الحرب النظيفة التي اخترع لها أوباما المسيرات القاتلة توخاها غير مرئية، لا تفوح منها رائحة بلاك ووتر والشركات الأمنية، لكنه كسابقيه ولاحقيه في البيت الأبيض أظهر وجه أمريكا في عالمها الحر الذي دأب على سفك دماء الأبرياء لتمردهم على العبودية القديمة والمعاصرة وكي لا يتسيدوا على الأغلال. أمريكا النظيفة بحروبها وجنودها ومسيراتها وإداراتها كتاريخها الذي شبت عليه وشابت تسن تشريعات بمنع إيران من امتلاك مسيرات غير نظيفة تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي بحسب بايدن وإدارته، بينما تلجأ إلى تسعير سباق التسلح وتلوح بخوض ثلاث حروب فاترة ضد الصين وروسيا وإيران ولا تشتم مآلات الحروب القذرة على حافة الهاوية، فهي مع دولة إسرائيل الأكثر نظافة في احتلال فلسطين تهدد بالدمار الإقليمي وأبعد من ذلك، ولا يلجمها ويقيد عليها أنفاسها حتى الآن سوى المسيرات الفتاكة والصواريخ الدقيقة وحسابات رد الصاع صاعين. فمنذ أن صعد محور المقاومة في مواجهة العدوان رجحت كفة حماية الإقليم من زيادة التخريب الإسرائيلي والأمريكي، ولا ينتظر تحقيقا حبرا على ورق بل يعطل بتعزيز الردع ارتكاب الجرائم الكبرى وإخلاء المنطقة من الكاوبوي الأمريكي. تظاهر الآلاف من البريطانيين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن احتجاجا على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يستهدف الأقليات في المملكة المتحدة. تقرير موسى سرور.
كل واحد من هؤلاء المتظاهرين مهدد بالطرد وسحب الجنسية منه على رغم ولادته في بريطانيا، ليس لأنهم مخالفون للقانون، بل لأن مشروع قانون الجنسية والحدود سيمنح وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات استثنائية في سحب الجنسية من أي شخص يحمل جنسية أخرى أو مولود في الخارج إذا كان يمثل تهديدا للمصالح الحيوية للبلاد. أنه ما الفائدة؟ يعني الرسالة التي كنا نوصلها لأعضائنا أنه اندمجوا في المجتمع، اعملوا لصالح بريطانيا، وإذا بهم الآن يلوح هذا القانون فوق رقابهم، أنهم إذا مثلا كانوا يعملون في قضية ما كقضية فلسطين أو قضية لا تناسب الحكومة أو تعارض الحكومة، فهناك هذا خطر هذا القرار، لأنهم مهددون بأنهم يطردوا، يسافروا إلى بلد وبدون أي إنذار وبدون أي تنبيه يتم نزع الجنسية. المتظاهرون أمام 10 داونينج ستريت طالبوا بإلغاء المواد العنصرية في القانون الجديد، لأنه يستهدف برأيهم الأقليات التي تمثل نحو 6 ملايين بريطاني، نصفهم من الآسيويين و 39% من أصحاب البشرة السمراء. نحن الأفارقة والبيض من دافع عن المساجد بوجه اليمين المتشدد، وهزمناهم وهزمنا العنصرية. هل تعلمون لماذا؟ لأننا أدركنا محاولاتهم في استخدام سياسة فرق تسد، فواجهناهم بالوحدة والتضامن. قدمت إلى البلاد في الستينيات، فأنا أقدم من كثير من الإنجليز، وزوجتي جاءت في السبعينيات إلى بريطانيا. لقد أمضينا حياتنا هنا، والآن الحكومة بإمكانها أن تسحب الجنسية منا لأننا لسنا من أصول بريطانية، وهذا ينطبق أيضا على أحفادي الذين ولدوا هنا، فهم مهددون بالطرد لأن لديهم الحق في الحصول على جنسية جامايكا. مشروع قانون الجنسية والحدود الذي نال موافقة مجلس العموم من المنتظر أن يحال بداية العام المقبل على مجلس اللوردات للتمحيص والتدقيق. يقول هؤلاء المتظاهرون إن قانون الهجرة الجديد سيحول بريطانيا إلى دولة عنصرية بسبب ما يتضمنه من تصنيف للمواطنين إلى درجات، حيث يعطي أولوية للعرق الأبيض على حساب الأقليات وأصحاب البشرة السمراء. موسى سرور، لندن، الميادين. مدينة بيت لحم، مدينة السلام ومهد السيد المسيح، لها مكانة مميزة في قلوب الفلسطينيين عموما والمسيحيين خصوصا، ورغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حولتها إلى سجن كبير، تبقى مدينة الفرح والمؤمنين سيما في مواسم الأعياد. نافذ على مدينة السلام بيت لحم لنسري سلمي. مدينة السلام، إليها جاءت مريم العذراء باحثة عن الأمان، وفيها ولد السيد المسيح، ومنها تنطلق رسائل المحبة والتآخي إلى العالم. وأنت يا بيت لحم الصغيرة، فلست صغيرة، لست الصغيرة بين المدن، كانت معروفة أنها مدينة صغيرة، لأن أنت منك سيخرج المخلص، مخلص الأمم. مدينة بيت لحم كبيرة في نفوس الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين الذين يتوافدون إليها لزيارة كنائسها ومساجدها ومعالمها السياحية التي جهزت في العام 2000 على أمل أن تصبح المدينة السياحية الأولى في فلسطين، ولا سيما في موسم عيد ميلاد السيد المسيح حين يؤمها الحجاج من أنحاء العالم لزيارة كنيسة المهدي فيها. بالنسبة للمسيحيين في العالم هذا المكان، وبالنسبة للعالم أجمع، هذا المكان المقدس اللي انولد فيه السيد المسيح، اللي هو مذكور في كل الديانات، ولكن نحن بشكل خاص كمسيحيين هذا المكان المقدس اللي بدأ فيه الإيمان المسيحي. لكن
لكن بيت لحم مدينة السلام حرمت من السلام في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، فتحولت إلى سجن كبير بفعل الجدار الذي فصلها عن توأمها القدس، وحرم المسيحيين في غزة وأنحاء الضفة زيارتها، حيث فرضت قيود على الحجاج عند قدومهم إلى المدينة. بيت لحم بحيط فيها عدة مستوطنات، في عنا تقريبا 23 مستوطنة بيسكن فيها ما لا يقل عن 160-170 ألف مستوطن، منها أكبر تجمع اللي هو بطار عليت اللي فيها حوالي 70 ألف مستوطن بيعيشوا فيها لحالها. وتصر مدينة بيت لحم على الحياة، ففي كل موسم للأعياد ترتدي حلتها الجميلة وتتهيأ لاستقبال زوارها وإن قل عددهم، فهي مدينة الفرح والأعياد رغما عن قيد الاحتلال. نسرين سلمي من مدينة بيت لحم، الميادين. تفاعل كبير مع فوز الجزائر بكأس العرب، لا سيما في أوساط الفلسطينيين والمناهضين للتطبيع. التفاصيل مع ملك خالد. أهلا بكم. الجزائر بجماهيرها ولاعبي منتخبها الوطني ومدربه مجيد أبو قرة أهدوا كأس العرب لفلسطين وأهلها. نحتفل بهذا الفوز ونهدي للشعب الفلسطيني بئس لكل مطبع. فمبروك علينا ونهدي فلسطين، فلسطين شهداء، ونهدي الفوز هذا الفلسطين خاوتنا. الرد الفلسطيني جاء سريعا، فقد اعتبر الفلسطينيون سلفا أن فوز الجزائر أو تونس فوز لفلسطين، دبكة فلسطينية على أرض ملعب البيت في قطر، وألعاب نارية ومسيرات سيارة في غزة وفي غير منطقة في فلسطين. أما وسائل التواصل الاجتماعي فقد طغت عليها ألوان الأعلام الفلسطينية والجزائرية، وتناقل الألاف تحديدا هذه الصورة المعبرة، الكأس هدية من الشعب الجزائري لأهلنا في فلسطين. وثمة من التقط صورة للتاريخ يهنئ فيها المنتخب الجزائري بالفوز بكأس العرب من أمام مسجد الصخرة في قلب القدس المحتلة. وطبعا لم يخلو الأمر من تسييس للحظة الرياضية، كما قالت هذه المغردة، أكبر ضربة وجهت للتطبيع والمطبعين هي فوز الجزائر. الجزائر وفلسطين روح في جسدين. وطبعا تونس وصيف البطولة في قلوب كل العرب، هي التي رفع لاعبوها وجمهورها علم فلسطين. كتب هذا المغرد: الجزائر تفوز وتونس تبارك وفلسطين تزغرد والعرب يفرحون. والفنان الفلسطيني محمد عساف هنأ الجزائر بالقول: ألف مبروك للجزائر الحبيبة الفوز بكأس العرب، أنتم في قلوبنا كما تحملوننا في قلوبكم، هارد لك للمنتخب التونسي، نحبكم برشا. وسنختم مع هذه التغريدة التي كتب فيها: الأجمل في كأس العرب وما يتفق عليه الجميع هو حب فلسطين ورفع علمها، أحرار الأمة يستغلون كل منصة للتذكير بقضاياها بعيدا عن تطبيع المطبعين والأنظمة الحاكمة. الأطفال المرضى بالسرطان في لبنان يتحدون مرضهم بالفرح، ومبادرات ترفيهية تنشط لتؤكد أن الصحة النفسية هي أهم خطوات العلاج. فرح عمر. على قاعدة أن الصحة النفسية أهم خطوات العلاج، انطلقت المبادرات فنشطت الترفيهية منها لترسم على وجوه أطفال مرضى السرطان البسمة والفرحة، علها تساعدهم على تخطي آلام العلاج. هنا تتجلى البراءة بأبهى تفاصيلها بعيداً عن الأوجاع والآلام، ليكون الفرح وحده العلاج في شفاء أجسامهم المتعبة. وانبسطت كتير.
إدخال السعادة إلى قلوب أطفال مرضى السرطان عبر حفلات ومسرحيات ترفيهية مبادرة يشجع عليها القيمون على هذا الحفل لمساعدتهم على تجاوز محنة المرض وحثهم على إبداء مزيد من الصبر للعلاج. بزول هيدي الظروف الأوضاع كتير مأزمة برا، أولادنا كمان نفسيتهم تعبانة، فكتير مهم المبادرة تكون لهدول الأولاد مثل كل أولاد العالم، لأنه الصحة النفسية هي الأهم بالحياة. للجانب النفسي عند الأطفال أهمية كبيرة في المساعدة على العلاج وجعلهم أكثر صلابة في مقاومة اليأس ومواجهة المرض. خلف هذه الملامح البريئة حكايات صراع مع مرض خبيث يتحداه هؤلاء الأطفال بابتسامة تخرق جدار الألم وتحمل الأمل في غد أفضل. فرح عمر، بيروت، الميادين. تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة السيل الحارثية في الضفة الغربية والفلسطينيون يتصدون لها. فوز مرشح اليسار جابرييل بوريك برئاسة تشيلي ومرشح اليمين يعترف بهزيمته. حارس الثورة الإيراني يؤكد أن الرد على تنفيذ التهديدات الإسرائيلية لإيران سيكون حاسما ومدمرا لجميع المواقع التي ينطلق ويعبر منها الاعتداء. إصابة أكثر من 100 سوداني خلال تظاهرات رافضة للحكم العسكري في ولايتي الخرطوم وكسلا. وقوى الحرية والتغيير تدعو إلى مواصلة التصعيد ضد الانقلاب. وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة ويقول أن تايوان ستعود إلى البر الصيني في نهاية المطاف. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.